بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح هذه الليلة والأخ الريح ودريس يتلو لنا ما يتيسر من القرآن الكريم كلنا. ولعل ما شد الموقف السياسي شدا واضحا أخيرا الحديث الذي تحدث فيه السيد إسماعيل الأزهري في العيد عن الدستور الإسلامي بكثير من عدم المسؤولية وبكثير من الجهل كما نعتقد. ونحن الجمهوريين حملنا الله كثيرا عندما قامت مهزلة محكمة الردة، ليس لأن الأمر يهم رئيس الحزب الجمهوري شخصيا كما يدعي بعض الناس، ولكنه لأنه نبه إلى خطر داهم مس الحريات الأساسية في هذا البلد. وكأن الله شاء أن يأتي تصريح السيد إسماعيل الأزهري مكملا لهذا الأمر، وإننا على شك أنه سيكون أول دقة لناقوس الخطر لينبه الشعب السوداني تنبيها واضحا لما يحاك ضده من مؤامرات ليس المقصود منها الدين على الإطلاق، وليس المقصود منها مصلحة البلد على الإطلاق، بقدر ما المقصود منها التكالب على كراسي الحكم. الحزب الجمهوري يعتقد إن إرادة الله واضحة في هذا الأمر، في أنه شاء لها أن تحرض جميع المواطنين على اختلاف آرائهم السياسية ومذاهبهم. وإني أترك هذا المجال للأستاذ من هذا المنطلق ليحدثنا عن الموقف الراهن. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا في هذه الليلة عن الموقف السياسي الراهن، وكثيرا ما تحدثنا في هذه الدار عن المواقف السياسية في أوقات مختلفة، وكان الاتجاه دائما محاولة النقد المفصل، كلام عن الميزانية، عن الموقف السياسي، كلام عن الموقف الداخلي والخارجي، كلام عن الفساد، كلام عن التعليم وعفوية التعليم من غير تخطيط. كنا دائما نحاول أن نتبع نشاطات إدارتنا حكومتنا بنوع من النقد ونوع من التوجيه، ولكن في هذه الليلة لن نسلك هذا المسلك، لأن الأحداث تبلورت في قمة تجعل الوضع الحاضر مرفوض جملة وتفصيلا، وأن الاتجاه يجب أن يكون إلى نقد جذري لوضعنا الحاضر. ويبدو أن موقف محكمة الردة قبل قليل كانت خطوة، أعتقد أنها تصاعدت بخطاب السيد إسماعيل الأزهري الأخير إلى قمة تدل دلالة واضحة على أصل المرض. الفساد والتقصير والضعف والعجز الذي نراه في سياستنا الداخلية وفي سياستنا الخارجية وفي سياستنا المالية هو في حقيقته أعراض المرض. كل ما نراه في المسألة ليس هو المرض وإنما هي أعراضه. ومحاولة نقد الأعراض وهو ما درجنا عليه من زمن في مواقفنا الماضية ما هو أصيل أو ما هو عميق بالقدر اللي يجب أن يتجه له الإنسان في مثل الوقت الحاضر.
ما كان غايب عننا في جميع أوقات المواقف في النقد أن الفساد عرض للمرض وليس هو المرض، لكن كانت هناك نواحي يمكن للإنسان أن ينقذها ونواحي يمكن للإنسان أن يترك من غير نقد. ما عرض علينا موقف من المواقف يمكن أن تشيد به أو أن تحمد للحكومة، لكن يمكنك أن تقبله، وأوضاع أخرى يمكنك أن تنقذها وأن ترفضها. في الوضع الأخير المسائل اتبلورت وانجمعت بصورة تدل دلالة حقيقية على أنه لا بد من التغيير، التغيير الكامل. مسألة المرض في حقيقته هي الجهل، الجهل الذي تتسم به الأحزاب وقيادات الأحزاب القائمة واللي وجهت مصير البلد ده منذ بداية الحركة الوطنية. نحن نجد هناك مشابه بين الموقف الحاضر ومواقف ماضية في تاريخ الحركة الوطنية. المشابه دي تقوم إلى حد كبير على أنه ميدان الفكر فاضي، ميدان الفكر فاضي تمام، ميدان العلم والمعرفة فاضي تمام، وأن أمور الناس بتساس بشيء كثير من العفوية ومن الجهل. والفساد هو بطبيعة حاله نتيجة للجهل. ما في إنسان بيجرد القصد في أعمال الإدارة وأعمال السياسة وأعمال المال ليفسد، حتى إذا جيت للرشوة، الرشوة اللي فشت في كل جهة وفي كل مرفق من مرافق الدولة ما بتكون هي مقصودة بالذات، لكن في جهل، في جهل يخلي الإنسان الإداري يتخلف عن واجبه في المستوى المطلوب من المسؤولية ومن الصدق ومن الإخلاص. وفي سنة 45 أول ما نشأ الحزب الجمهوري كنا نشعر تمام بأنه الفكرة ما في الحركة الوطنية والحماس ما في الحركة الوطنية. والبارحة كانت وردت إشارة، أو أول البارحة لعل وردت إشارة لأمر من أمور دي، أن حركتنا الوطنية في سنة 46 في مارس سنة 46 انقسمت لحركة استقلالية وحركة اتحادية. الحركة الاستقلالية بقيت في السودان والحركة الاستقلالية الاتحادية ذهبت إلى مصر. الحركة الاستقلالية بقيت، حركة الاتحادية ذهبت إلى مصر. والحقيقة إن أردتم الدقة أنه في مارس سنة 46 سافر وفد السودان مكون من الحركة الاستقلالية والحركة الاتحادية، لكن في القاهرة حصل اختلاف، ورأوا رأى الفريق اللي بيزعم لنفسه أنه استقلالي أنه الاتحاديين مشوا مع المصريين، فهو نفضيده من الوفد وجه هنا. من الوقت ده كانت الحركة الوطنية بالصورة دي، ناس في القاهرة ساكنين على حساب الحكومة المصرية وضيوف على الحكومة المصرية، وبيمشوا مع أساس المصريين ليعطوهم سند بأن السودان مع مصر حتى في وحدة التاج. والناس اللي جوا في الخرطوم كانوا ماشيين مع الإنجليز وكانوا بيعتقدوا أن الإنجليز يمكن أن يطوروا البلد، وأنه بالتخطيطات الواضعين للإنجليز للمجلس الاستشاري وللجمعية التشريعية والخطوات الممكن يمشوا بها في 20 سنة زي ما قال الحكم العام هدلستون في الوقت ده، السودان بيصل لمرتبة الحكم الذاتي. النقطة دي بتوريكم بالضبط موقف الحركة الوطنية شنو. ما فيش مواجهة للاستعمار بالمرة، كانت فريق الاستعمار بيمثلوه المصريين، نحن كنا ضيوفه هناك، الاتحاديين كانوا ضيوف عليه وكانوا بيسكنوا في أعلى الكوندات وبتدفع فواتيرهم من الحكومة المصرية، وده يمكنك أن تعتبره رشوة مفتوحة، لأن المصريين وإن كان ما عندهم سلطة مباشرة لكن علم
ورسميا هم مشتركين في استعمار السودان. على اي حال ناس عندهم النوايا نحو السودان، اذا انت قبلت ضيافتهم انت ارتشيت من جانبهم ولابد ان تتساهل معهم. والحقيقة لغاية اليوم ده نحن بنلقى الصور من النفوذ المصري في البلد ده، الادارة الاتحادية او الاحزاب الاتحادية اللي كانت قبيلك احزاب اتحادية تغض الطرف عنه لانها مدينة للوضع المصري. ثم اذا كان جيت لداخل البلد هنا ما بتلقى ان الناس الموجودين من الحركة الوطنية واجدين حاجة لمواجهة الانجليز، لانهم بيعتقدوا ان الانجليز يمكن ان يسيروا البلد لاستقلاله. اذا كان لاحظت الموضوع ده بالصورة دي والموقف بالصورة دي تلقى انه ميدان الحركة الوطنية فاضي تمام من الحماس. ده ما شعر به الحزب الجمهوري في وقته، وقلنا انه في فراغ الفكر وفي فراغ المواجهة، ونحن يمكننا ان نملى فراغ المواجهة لكن ما بندرك تفاصيل الفكرة. كنا بنشعر بانه الفكرة الاسلامية ما في غير الاسلام لحل المشاكل، لكن التفاصيل غايبة عننا. وده ظهر في سفرنا الأول في سنة 45، وسفر في الوقت الحاضر نفذ من الطبع لكنه موجود. دي بتأرخ بداية اهتمامنا بنقطتين: الحماس في المواجهة والفكر. هنا الحزب الجمهوري قدم أول السجن السياسيين في سنة 46، بعدين لما المصريين نصحوا السودانيين هناك بأن يرجعوا للسودان ليعملوا حركة، جاءت مقاومة الجمعية التأسيسية الجمعية التشريعية المشهورة وانسجنوا فيها بعض القادة، فكانت ده سنة 48. سنة 52 نحن شعرنا بأنه في ناس كثيرين انسجنوا لكن الحماس يمكن أن نترك لهم، الفكر ما في. بدينا نحن في اتجاهنا اللي انتوا شايفينه في الوقت الحاضر ده من سنة 52 نتكلم عن الفكر الإسلامي المجدد. حتى في مدني هنا كانت تقوم ندوات عن تطوير التشريع، مسألة تطوير التشريع قديمة. تطوير التشريع ماشي بالاتجاهات اللي احنا ماشيين فيها، بتطور وبتوسع وبتوضح لغاية يومنا الحاضر. يومنا الحاضر نحن بنفتكر عنده شبه كبير جدا من سنة 45، ميدان الحماس فاضي وميدان الفكرة فاضي. ونحن ما ممكن في المرحلة الحاضرة نقول أنه الحزب الجمهوري يقدم ليملأ ميدان الحماس، لأنه المرحلة الحاضرة الحماس يجب أن يقوم على الفكرة. ما في حماس بنعزل عن الفكر، لأننا نحن في عهد وطني قبلك أمكن، لأنك أنت مواجه الاستعمار. مع أننا نحن عاجزين عن تفاصيل الفكرة لكن كان فيما يبرر أن تواجه أنت الناس بالحماس، لأنك أنت مواجه الاستعمار، الاستعمار الأجنبي، وبداية الإصلاح أن يخرج. وما من شك أنه نضج الحركة الوطنية بيقوم على أنه الاستعمار نفسه يواجه بالمخطط اللي بحل محل الاستعمار عندما يخرج الاستعمار، لكن ده ما كان مملوك في الوقت الماضي. هسه الموقف فعلا الميدان فاضي تماما من الحماس في مواجهة الأخطاء ومن الفكر في مواجهة الأخطاء، ولا بد من وقفة تكون فيها المواجهة الصادقة والفكرة الصادقة. وأنا بفتكر أنه يمكن أن يكون ده نقطة منطلقنا نحن للكلام عن الموقف السياسي الراهن. الميدان ما فيه فكر، الميدان ما فيه حماس. مسألة عدم الفكر وعدم الحماس الخطر فيه كبير في المرحلة الحاضرة، لأنه الجهل اللي نحن بنشكي منه من أوائل حركتنا الوطنية في الوقت الحاضر أصبح بحاول محاولات خطيرة فعلا، هي أن يستر نفسه بالدعوة الدينية، أن يكون الحماس مغلف ومستور عن النقد بالدعوة الدينية. ده الخطر اللي احنا مشاهدينه في المرحلة الحاضرة. ولذلك نجي هنا من الصحف الأخيرة لنمر على بعض فقرات خطاب السيد إسماعيل الأزهري وبعض التعليقات، لنرى أنه انعدام الفكرة أعدم الناس الشجاعة في المواجهة. لأنه أنت زي ما قلنا في الحكم الاستعماري يمكنك أن تكون مهرج سياسي،
يمكن أن تسير الحماس بالتهريج السياسي، مجرد التهريج السياسي عنده قيمة، ونحن استفدنا منه كثير. يعني لما جاءت مسألة الخفاض الفرعوني بالسورة دي وكانت مثيرة فعلا لخواطر الناس ولعواطف الناس بالسورة دي المعروفة في تدخل الناس الإنجليز المستعمرين في مسألة الخفاض الفرعوني، نحن استطعنا أن نستغل استغلال تام مع اعتراضنا على الطريقة اللي اتخذت في حقيقتها، لكن برضو كانت في فكرة إلى الاتجاه للإثارة ضد الاستعمار. الوضع ده ما بيصلح في الوقت الحاضر، لأنك أنت في عهد وطني ما يصلح فيه هو الفكر، وأن حماسك يكون مدعوم بالفكر لألا يكون في تغويض. لكن الحقيقة أنا أعتقد أنه بابكر عوض الله ما تورط في أنه يقلل من شان الخطاب ده إلا لأنه لا يستطيع أن يقول حاجة عن الدستور الإسلامي ضد الدستور الإسلامي، لذلك قال أنها مسألة انصرافية. نفس المسألة دي حصلت من عبد الخالق، عبد الخالق أدرك دقائق الخطأ في المسألة في خطاب السيد إسماعيل الأزهري، لكن برضو اعتبر انصرافي. هل إحنا لما نعتبر كلام السيد إسماعيل الأزهري انصرافي، أحسن حاجة نعملها ألا ننصرف مع الخطاب ده، أن نخرج من اعتبارنا، أن نقلل من شانه في الوقت اللي في حقيقته يجب ألا ننساه بالمرة، لأنه دليل على محاولة لحبكة كبيرة هي تمرير الدستور الإسلامي. الجماعة اللي زي بابكر عوض الله أو عبد الخالق ما ممكن يقول حاجة زي ما قلت عن الدستور الإسلامي، لأنك أنت في موقفك أمام الدستور الإسلامي بتكون أحد رجلين، إما أن توافق عليه بالصورة اللي جاية دي خوف أو مبلغ علمك به، أو أن تنصرف عن مواجهته. لكن أن تقول ما دايرين الدستور الإسلامي في مثل بلدنا، بتكون موقفك ضعيف ومعرض بطبيعة الحال للاتهام بأنك ضد الإسلام، وده العمل ما ممكن يعمله المثقف وما ممكن يعمله الشيوعي بطبيعة الحال. لذلك أنا أفتكر أنه في المجال ده بالذات الحزب الجمهوري دوره فريد. الحزب الجمهوري بيعرف أنه الإسلام هو مطلوبنا، ونحن بدينا ندعو له من سنة 45 وما تخلينا عن الدعوة له إطلاقا على طول المدى، وسنة 45 ما في كانوا ناس داعين له إطلاقا. لكن المواجهة اللي نحن ممكن نكون فيها سليمين هي أنه الدستور اللي بيقدموه الناس دين ما الدستور الإسلامي. الدستور الإسلامي مطلوب لكن ما هو الدستور الإسلامي، وما بحتاج أنا قايل لذكى كثير الموضوع ده. جايز انت لما تجي لتفصيل ما تسميه الدستور الإسلامي تحتاج لمعرفة، لكن مجرد أن تعرف أن الطائفية ورد دعوة للدستور الإسلامي تستطيع أن تعرف أنه ما هو الدستور الإسلامي. لا يمكن للطائفية أن تكون عندها مصلحة في نشر الوعي الإسلامي اللي بيحرر الناس، لأنها الطائفية باسم الدين بتستغل وبتستعبد الناس، والطائفية باسم الدين بتجمد الناس من أن يتحركوا كأفراد أحرار يزنوا الأمور ومسؤولين أمام الله. فالخطر الكبير في الأمر ده هو أنه الوضع اللي احنا ماشيين فيه الطائفية عايزة تضع إيدها على السلطة الزمنية، وضعت إيدها على العقيدة وضللت بالناس العقيدة. إذا وضعت إيدها على السلطة الزمنية بمعنى أنها عندها التشريع وعندها التنفيذ وعندها القضاء، أمكن للبلد ده أن يرجع خطوات زي الخطوات اللي بنعتقد أنه رجعت لها السعودية ورجعت لها اليمن. السعودية في الوقت الحاضر بتحتاج لنا نحن في أبسط العامل الماهر البسيط ما عندها، المعلمين بتاعنا كلهم عندها. هسه هي بدأت تعمل حركة زي دي، لكن من المؤكد على أسس قريبة من الأسس العلمانية هو نفسها بدأت تنطلق في نواحي فيها ثورة، لكن الشعب ما واعي بالصورة اللي غير بها. اليمانية ساروا قلبوا نظام الإمام، جابوا حكم جمهوري، الحكم الجمهوري ماشي في التعاون حتى مع الشيوعية. والحركة أن احنا ماشيين في سبيلها أنا أفتكر أنه ما يمكن إيقافها إلا بأن يلعب الحزب الجمهوري دور كبير، وده ما نحن نستطيع أن نعيدكم به. ونحن حقيقة قلنا عملنا المحاضرة دي في أخريات أيام إقامتنا هنا لتبتدي المواجهة من هنا، ولنقطع على أنفسنا عهد أمام ناس مدني، لأن ناس مدني أكثر من بنجد في صفوف المتفهمين للفكرة الجمهورية، أن الفكرة الجمهورية راح يملى الميدان ده وحده لغاية ما يفيق الناس
من الصدمة القائمة هسه في الإرهاب الديني القائم على الناس من ده مرتد وده ضد الإسلام وكل عمل يقولوه الناس في حرية يفسر تفسير فيه نوع من الإرهاب لهون. لغاية ما يفيق الناس من الوضع ده لابد أن تكون في مواجهة صادقة. هنا إذا كان شفنا المعارضين الأذكياء زي بابكر عوض الله وعبد الخالق محجوب، في معارضين تانين بيموعوا القضية مثلا زي أخونا عبد الله رجب وزي آخرين بيكتبوا عايزين يصرفوا الناس عن الاهتمام بخطاب الأزهري، لكن نحن بنعرف أنهم دائما ما عندهم المواجهة الصادقة، دير ما بنهتم لهم. نجي للجانب الثاني اللي هو فعلا عايز يستقل الموقف ده، جبهة الميثاق، تعليق الترابي وتعليق صادق عبد الماجد فيه استغلال للموقف. قال الترابي مثلا سيد اسماعيل أسر رئيس مجلس السيادة حول وضع الهيئتين المدنية والشرعية، فقال إن مسودة الدستور تفترض تحول القوانين نحو سيادة الشريعة الإسلامية وتفترض في نصوصها الانتقالية باستمرار الوضع الراهن للقضاء ليتحول إلى نظام موحد بعد سنوات، وعندما تتم سيادة الشريعة الإسلامية ستزول الفوارق بين القضاء الشرعي والمدني ويصبح كيان القضاء واحد. ده بطبيعة الحال ده نقد لموقف الإسماعيل الأسري من قوله بيضع القضاء الشرعي فوق القضاء المدني، وده نقد صح في حده، لكنه الخطأ في أنه التوحيد سيتم كيف؟ عندما يجي الإسلام ما ممكن يكون في قضاء مدني وقضاء شرعي، ما ممكن يكون في شريعة مدنية وشريعة إسلامية، لابد أن يكون في واحدة في التشريع. النقطة دي في أن القضاء سيصبح واحد دي طبيعة الحال صحيحة، لكن يتوحد على أي أساس؟ ده موضوعنا نحن اللي بهمنا. وقال الدكتور الترمي نعم يحتاج إلى تدبير خاص هو تأهيل القضاة المباشرة لمباشرة اختصاصهم جميعا على ضوء نصوص الشريعة لاجتهادات الموافقة لروحها، وكثيرا من القضاة المدنيين درسوا الشريعة بما يمكنهم من تطبيقها. وقال الدكتور الترابي إن الخطأ الذي وقع فيه البعض هو أنهم تخيلوا وجود قضاء منفصل بعد تطبيق سيادة الشريعة الإسلامية. سيادة الشريعة الإسلامية أنا أفتكر أنه دي نقطة من النقط اللي راح تكون فيها المواجهة، بنتكلم عنها كلام قليل فيما بعد. برضو تعليق صادق عبد الماجد في الاتجاه ده هو نفس تعليق الترابي، ما ضروري نقول عنه، لكن محمد صالح عمر أنا أفتكر أنه دي القضية المواجهين بها المثقفين في نوع من الإرهاب اللي قلناه. تصريح أزهري علق السيد محمد صالح عمر عضو جبهة الميثاق الإسلامي على حديث السيد الأزهري فقال إن كلام السيد إسماعيل الأزهري كلام صحيح في جوهره ونحن نؤيده ونرجو صادقين أن يتحقق، وأن الإسلام لا يعرف محاكم مدنية ولا همجية أو شرعية وأخرى غير شرعية، ما أعرف همجية يمكن بشير إلى كلام الصادق، ونحن نتعجب هل هي حملة ضد الرئيس ضد رئيس مجلس السيادة أم أنها جزء من الحملات المسعورة ضد الإسلام، وكل كلام أو موقف معه. أفتكر دي ممكن تديكم صورة عن التعليقات، يمكن الواحد أن يوجد بالصورة دي أنه كلام السيد إسماعيل الأزهري في الاتجاه ده مليء بالأخطاء، تفصيلة راح نتوفر عليه إن شاء الله في مناشير، لأنه نحن بنعتقد أن الجواب ده خطاب السيد إسماعيل الأزهري يجب أن لا ينساه الشعب بإطلاقا. النقطة الثانية أنه في ناس انقسموا، في ناس عايزين يوروا أن المشكلة القائمة هي مشكلة ضد القضاء وأنه ده يمكن أن يعالج في مستوى الوساطات اللي ممكن تقوم، أو في مستوى أنهم يهددوا بالإضراب فيسحب السيد إسماعيل الأزهري كلامه أو يعتذر أو يلطف المسألة تنتهي في الصورة دي. فريق عايز يقول أنه المسألة بتاعة السيد إسماعيل الأزهري حملت أكثر مما يجب ويجب صرفها، حتى الناس المتحمسين في النقد ينقدوه بدقة وبشدة لكن يقولوا أنه محاولة لصرف الناس عن المواجهة، وده بيوحي بأنه ما يجب أن ننصرف استجابة للاستفزاز اللي جايين من الصرف عن المواجهة، ويجب أن نسير في المسائل المعيشة اليومية، يعني أن يكون في حل مشاكل الاقتصاد ومشاكل الإدارة ومشاكل الحكم.
يجي الفريق الثالث اللي عايز يستغل المسألة دي لتعمية القضية وتمرير الدستور الإسلامي. كأنما سيد إسماعيل أزهري كان ممكن يتكلم عن الدستور الإسلامي وما يسيء للقضاء. ده في رأي الناس الأذكياء اللي بيحبوا يعجلوا بالدستور الإسلامي. وفعلا هو كان لو كان في زكاة كافي ما في داعي للكلام عن القضاء، لأنه إذا مر الدستور الإسلامي المسألة بتجي تلقائية أنه القضاء المدني يكون ثانوي والقضاء الشرعي يكون له حق السلطة العليا لغاية ما يجي الفصل. لأنه القاضي المدني مهما كان عنده طرف من الشريعة بيبقى جانب التخصص في جانب القاضي الشرعي، لكن لحكمة إلهية زل لسانه فيتكلم عن القضاء بالصورة دي وحتعرض أخطاء كثيرة لتستغل في الأمر ده. الشاهد أنه جبهة الميثاق هي العايزة تعجل بالأمر ده وتكتم المسألة ليمر الدستور الإسلامي بدون ما نشعر نحن عواقب شنو. هيجي كمان نوع من الإرهاب اللي قلت لكم قبلك، واحد ذكي زي بكر عوض الله واحد ذكي زي عبد الخالق ما يمكن أن يواجهه، هي أنه أي كلام تقوله ضد القضاء الشرعي ضد التخلف في الفهم السلفي للإسلام يقولوا أنه ده مقصود به الإسلام وهو ضد الإسلام. وإذا أنت ما عندك فرصة لتنصر الإسلام بسبيل آخر غير سبيله ما ممكن تواجه القضية، وده أنا أفتكر نقطة انطلاقنا هنا. لما تقول أنت السيادة للشريعة الإسلامية، واحد أنه الشريعة ما يمكن يكون لها السيادة. الشريعة المدنية، نحن نأخذ الشريعة المدنية، الشريعة المدنية أصلها فرع من أصل هو الدستور، الدستور هو صاحب السيادة. والفرق بين الدستور والشريعة أن الدستور هو التشريع الأساسي، الدستور اسمه القانون الأساسي. ومن هنا تجي مسألة الجمعية التأسيسية. نحن لما انتخبنا جمعتنا المشو اللي يجلسوا هسه في الوقت الحاضر ما اسمهم برلمان، اسمهم جمعية تأسيسية، لأن المفروض فيه نيضة القانون الأساسي. التعاون بيقوم في أنه الهيئة التشريعية اللي هو البرلمان ده بيضع القوانين، الهيئة القضائية بتطبق القوانين، يعني قانون معين على جريمة معينة بعد الشهود والدراسة للموضوع يقول أنه المجرم الفلاني ينطبق عليه المادة الفلانية وعقوبته كذا وكذا، تجي الهيئة التنفيذية لتنفذ. ده المعنى اللي بيه متعاون السلطات. ثم ما في سلطة لها سلطان على سلطة أخرى، يعني القاضي ما خاضع لرئيس الوزراء ولا المشرعين خاضعين لرئيس الوزراء. السلطات بينات استقلال وبينات تعاون. الهيئة التأسيسية أعلى من ذلك، والمفروض فيها أن تضع الدستور، وسمي التأسيسية لأنها بتضع القانون الأساسي زي ما قلنا. القانون الأساسي اللي هو الدستور سمي قانون أساسي لأنه بضع المواد الأساسية للحرية الأساسية. الدستور همه أن ينصص على الحقوق الأساسية للمواطن. الحقوق الأساسية نفسها سميت أساسية لأنها ما بيعطيك هاي إنسان ولا بيسلب منك إنسان إلا في حكم جائر اللي هي حق الحياة وحق الحرية. ده حق أساسي. تعلم الحكاية اللي قالها عمر بن الخطاب لعمر بن العاص، قال له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ولدوا ومن هنا لهم حق الحياة، ولدوا أحرار. فكأنه الحق الأساسي اللي أنت مولود به يقوم الدستور ليحفظه لك، وده الحكم الديمقراطي، دي قيمة الحكم الديمقراطي. وهو في الحقيقة في المواد الأساسية الحقوق الأساسية اللي تقول مثلا زي ما عندنا نحن في المادة 5-2 لكل مواطن الحق في حرية الرأي وحرية تكوين الجمعيات والنقابات تحت ظل القانون. المادة 5-1 اللي تدي الإنسان حرية العقيدة، ده هو الدستور. وكل تفريع تاني هو يلف حول الحق الأساسي ده ليجعله ممكن. بعد ما يوضع الدستور في أبوابه المختلفة ونصوصه المختلفة تبقى الجمعية التأسيسية برلمان أو تنحل زي ما يكون الحالة. إذا بقت برلمان أصبح العمل التأسيسي انتهى وأصبحت هيئة تشريعية، تشريعة يجب أن يخضع للدستور. الدستور ده هو صاحب السيادة.
الدستور ده هو اللي بيكون له السيادة على القوانين والسيادة على الأعمال الأخرى. بمعنى أنه إذا كان الهيئة التشريعية قامت شرعت لتقول أنه زي ما أنت شفت في المرحلة الماضية الحزب الشيوعي يحرم نشاطه، ما ممكن التشريع ده يمر لأنه غير دستوري، الفرع ده مناقض للأصل، وما في فرع يناقض للأصل إلا يكون خطأ. لذلك لو تذكروا قاموا الجماعة بأغلبيتهم قالوا يعدلوا الدستور ليجعل التشريع ده ممكن. عدلوا الدستور بأن مسخوا المادة 5-2 لتجعل تشريع يحرم الحزب الشيوعي ممكن، فجو جلسوا كهيئة تشريعية شرعوا ليحلوا الحزب الشيوعي. الحاجة اللي أنا عايزة تكون واضحة هي أنه ما ممكن أنت تقول نعطي السيادة للشريعة، السيادة للدستور. في الحكم المدني ظاهر لكم، في الحكم الديني كيف؟ هل الحكم الديني دستور الشريعة؟ قولا واحد لا، دستور القرآن. نحن بنتكلم كثير عن الدستور الإسلامي لكننا ما بنفهمه، عشان كده نحن بنقول أنه يجب أن تكون في معارضة للاتجاه القائم الآن، لأنه اتجاه للجهل مش راح يخرج للناس بدستور إسلامي، لكن راح يخرج للناس بدستور يظنوه ناس ما هم مسلمين إسلام، يظنوه دستور إسلامي. لأنه إذا النقطة دي إذا كانت واضحة عندنا بيجي وضوحة تماما وأكثر بأن نحن ما بنملك الإسلام، نحن ما بنعيش على الإسلام، نحن ما مسلمين. النقطة دي أنا أفتكر دائما كنا عايزين نوكده، ودائما حنظل نوكده إلى أن تتوكد أن نحن المسلمين في الوقت الحاضر بنعيش على قشور الإسلام، لأن الإسلام ما هي المظاهر، هي اللباب الداخل المظاهر. الإسلام هو الأخلاق والمعاملة. إذا كان نحن بنعبد بنصلي وبنصوم وبنحج نعمل الأشياء المطلوبة في الشرع، لكن أخلاقنا ما أخلاق مسلمين، يبقى في الحقيقة نحن ما على الإسلام، لأن عبادات الإسلام إما أثمرت أخلاق الإسلام يبقى في شيء غلط فيه أساسا. النقطة دي ما مفهومة، النقطة دي ما مفهومة خصوصا عند أخواننا العلماء الفقهاء وعند أخواننا ناس جبهة الميثاق وعند القضاة الشرعيين. والوضع أن نحن عايزين نقيفه بإزاهم هي اللي يبين الوضع ده، ليبين الأمر أن الناس فارقوا الإسلام. ومفارقة الإسلام نحن موعودين بها، موعودين بها في حديث نبينا لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ وقال في حديث آخر يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على القصعة. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل لا يبالي الله بكم. تداعي الأمم على المسلمين ظاهرة، ما من بلد مسلم إلا هو مستعمر. لغاية الآن نحن بنخضع للاستعمار في صور من صوره متسلطة علينا. هسع لو أخذت أنت الشرق، مشكلة الشرق الأوسط الهسع أن نحن مواجهين فيها اليهود ووراهم الأمم الوراهم، إن خزلنا باستمرار وبصورة تلفت النظر لكننا ما قادرين نقيف لنتنبه. هنا ربنا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كيف بقى؟ كيف نحن مخزولون وكيف للكافرين علينا سبيل؟ وعد الله ما مكذوب. يبقى النقطة الثانية أننا ما مسلمين، أن نحن ما مؤمنين ما صادقين، أن المسألة مسألة مظاهر. فإذا كانت المسألة مسألة مظاهر، الناس اللي قايمين على المظاهر وراضين عن أنفسهم أنهم مسلمين يجي يضعوا لنا دستور يسموه إسلام يودينا لوين؟ زي ما قلنا ال- 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 الإسلام في الحقيقة بيطلب لإيجابيته. الإسلام مش الحدود، الحدود طرف من التربية الإسلامية، تعين التربية تعين العبادة لتنتج الإنسان المسلم. إذا كان السيد إسماعيل الأزهري في خطابه ما أثاره للدستور الإسلامي إلا أوضاع شاذة ليشرع لها ليحد فيها، يبقى فهمتوا مدى الإسلام اللي أنتم منتظرينه؟ بل الحقيقة أنه العمل ده رح يكون ضد الدعوة الإسلامية وضد النهضة الإسلامية. وإذا كنتوا أنتم عايزين تنصروا الشيوعية أن تنصروا عمل زي ديتم،
لابد أن الناس ينصرفوا لاتجاهات تانية ليشتغلوا تحت الأرض ليجدوا الفرصة ليقلبوا النظام الإسلامي زي ما انقلب في اليمن. ولا أنت ولا أنا ولا الثالث والرابع يمكن أن ندافع عن الوضع ده، نكون فعلا كرهنا الإسلام لأنه ظهر لنا في صور من العذاب وصور من السلبية وينفذوه ناس ما هم مسلمين، وتلقى حتى الحدود تطبق على الغفير وينجو منها الأمير زي ما هي مطبقة في البلاد البرة. المسألة إذن في الوضع أن احنا مقبلين عليه فعلا عايز جدية تمام، عايز مواجهة تمام، أنه الشريعة الإسلامية أن احنا بين يدينا ما هي الإسلام، إنما هي مرحلة من الإسلام طبقت في القرن السابع، وهذه المرحلة ما كانت على المستوى الديمقراطي، بل إن آيات الديمقراطية موجودة في الدين معطلة في القرن السابع، والشريعة قامت على أساس الوصاية ما قامت على أساس الديمقراطية. وما دام قامت على أساس الوصاية الشريعة الإسلامية، ما دام قامت على أساس الوصاية هي مؤكد ما فيها دستور ولا هي في مستوى الدستور، هي عمل فرعي أدرك رجل بيعرف الدستور، وده السر في أنه نبينا وحده المشرع، السر في أنه النبي هو المشرع، والحقيقة المشرع الله على لسان النبي لأنه هو الفهم الدستور، ويمكن أن يشرع تشريع دستوري. بعد بقلينا نحن شنو الاجتهاد في ما ليس فيه نص، القياس والإجماع. هسه هنا في واحد من الدكاترة سعيد المهدي، محمد سعيد المهدي دكتور في كلية الحقوق، كاتب عن الوضع ده في مناقشة خطاب السيد إسماعيل الأزهري، فيه كلام كثير أنا بفتكر يدل على جهل المثقفين عندنا بالدين. لكن النقطة اللي أنا بتهمني أذكرها لكم هي كلامه عن نحن لما نرجع للتشريع ناخذ ياتو من المذاهب، دي عنده مشكلة بطبيعة الحال. الناس أهل المذاهب هن أهل السنة، بعدين في الشيعة، فهل نحن ناخذ مذهب الحنابلة ولا مذهب المالكية ولا مذهب الحنفية ولا الشافعية ليكون تشريعنا عليه؟ ودي نقطة قال فيها حرج. بعدين إذا كان ده سبناه كله ناخذ مذهب الشيعة مثلا، الشيعة الإمامية، والورطة جاته هنا. الحقيقة بتقوم أنه المذاهب كلها مرحلة متخلفة من الشريعة الإسلامية في الأول. يعني بوضوح يمكن للناس أن يقولوا المذاهب خدمت غرضها، أنت أرجع للأصول اللي كان عليها نبينا. هل البسلة الأصول اللي كان عليها نبينا دي نفسها موضوع ليجيف عنده الإنسان؟ النبينا كان على شريعة رب بها الأمة في مرحلة معينة، ما مرحلة ديمقراطية، وإنما هي مرحلة وصاية على الأمة. الوصاية جاءت من أنه آيات الديمقراطية كانت أكبر من الأمة في القرن السابع واعتبرت منسوخة، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أو لا يكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي، أو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دي كلها منسوخة، منسوخة بآية السيف، واللي جاء منها الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. ومنسوخة بآية الشورى في حق الكافر السيف، إذا دخل من كفره في الإسلام يبقى مؤمن، يبقى له الشورى، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقلنا مرات أن الشورى اللي بيتكلموا عنها الإخوان دائما كآية ديمقراطية، ما هي آية ديمقراطية، هي آية الفرد الرشيد اللي ربنا كلفه ليكون وصي على الناس البصر، وأمر أن يشاورهم لتجي تربيتهم بحسنة. زي الإنسان لما يشاور الناس أداهم اعتبار لعقول واحترام، وأداهم فرصة ليفكروا في مواجهة مشاكلهم، لكن كقصر لا يمكن أن يكون راي ملزم. الإنسان اللي أنت بتشاوره بتملك أن تخالفه، هو ذاته ما بخلي طريقه ويشير عليك إلا تشاوره أنت، وإذا شاورته ورأيت أنه رايه ما هو سليم وأنك أنت عايز تعمل بغير رايك ما في إلزام. ولذلك ربنا قال له وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا عزمت للتنفيذ، إذا كان رأيهم مع رأيك وما عندك مخالفة معه وعزمت على التنفيذ فتوكل على الله.
إذا كان رأيهم ما مع رأيك لكن ما عندك رأي محدد ضدهم وعملت التنفيذ على رأيهم توكل على الله. إذا كان رأيهم ما مع رأيك ورأيت رأي غير رأيهم وعايز تنفذ رأيك توكل على الله لحد المخالفة. والدليل على ده أن الأصحاب بعد نبينا شاوروا وخالفوا. جايز أنت في الحوادث التاريخية ما تلقى حادثة نبينا فيها شاور وخالف، وطبعا ما بشاور في أمر الوحي ده ما فيه وشورة، لكن في المسائل الدنيوية ما حصل تاريخا علمنا عنه أنه شاور وخالف. لكن ده ما بيعني أنه ما يمكن أن يخالف. أبو بكر من بعده خالف، وعمر من بعده خالف، وعثمان من بعده خالف. لعل سبب مقتل عثمان هو عدم الديمقراطية، لأنه أنت عندك الحكم الديمقراطي هو الحكم اللي أنت بتغير الحاكم فيه بدون ما تقتله. الحاكم في الديمقراطية بيعرض نفسه عليك بتنتخبه، إذا كان أفسد بعد دورته ما بتنتخبه مرة تانية، ما في موجب لتقتله. عثمان لما كانت الأمر فيها مش أمر ديمقراطية، وإنما هم أو ولاية الوصي، الفتنة كانت اتجهت إلى أن يعزل نفسه. قال والله لا أخلع ثوبا ألبسني الله إياه، فكان قتله. وانفتح باب الفتنة بالصورة دي، النزاع بين علي ومعاوية، جاء معاوية الشورى سابه، بقى ملكه عضوض. استمر الأمر كله في إيد الملوك، الحقيقة بسموا أنفسهم أمراء المؤمنين لكن ملوك بالصورة اللي جابها الوضع لآخره. فالقول بأنه شريعتنا الأولانية فيها دستور خطأ أساسي في الفهم. الشريعة ما يمكن يكون لها السيادة، السيادة للدستور، السيادة للقرآن. هسا نحن عايزين دستور الإسلامي يخرج من المصحف. وحقيقة الأمر أنه الدستور عبر السنين وعبر الدعوة الإسلامية من لدن آدم كان لا إله إلا الله. دي توريكم مسألة الدستور وثباته. الدستور أصل، لا إله إلا الله أصل في الإسلام كله، خير ما جئت به أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. وكل الأنبياء جو بإتقان للا إله إلا الله استطاعوا أن يشرعوا تشاريع دستورية ساقت الناس مرحلة بعد مرحلة لغاية ما جاءت المراحل الثلاثة من يهودية ونصرانية وإسلام. الإسلام في مرحلته الأولانية مشرع النبي لأنه مدرك القرآن. إذا أنت جيت قلت القياس، أنا أفتكر نقطة واضحة تقول لكم ما مقبولة. القياس أصله أن تكون في حادثة حصلت مثلا عند أجدادنا، جاءت حادثة مثيلة لها وقريبة منها، ما في نص تمام واضح للمسألة دي، يمكن أن نقرب للنص هناك أو نقيسة أو نحلها بصورة قريبة من الوضع ذاك. لأنه في الماضي 100 سنة ما قاعدة تعمل تغيير في المجتمع البشري، المجتمع تلقاه قريب من الثابت بعد 100 سنة. نحن نشبه جدود جدودنا. لكن تعالوا هسا على المجتمع ده اللي هو في مدى 20 سنة الأخيرة. النهاردة الساعة 12 هبطت المركبة اللي دارت حول القمر 10 دورات في 20 ساعة، فيها 3 من رواد الفضاء. المجتمع ده يمكنك أن تقيسه بمجتمع قبل 20 سنة لتوجد بالقياس حل لمشاكله؟ كل الاتجاهات اللي هسا عليها الدراسة في مسألة التشريع الإسلامي بالقياس وبالاجتهاد فيما ليس فيه نص مؤكد قاصرة. إذن احنا بنقول أنه إذا كان الموضوع ده يمشي رح تجي صور من الجهالات تكون شنيعة. والحقيقة أنه الدعوة دي تكون ضد الدعوة الإسلامية، ضد الإسلام، وتكون نصرة للانحرافات الكثيرة. نحن ما نظن أنه نحن مثلا حلينا الحزب الشيوعي في بلدنا. هل الشيوعية هي في السودان؟ الشيوعية مع حركة عالمية عندها صراع كبير على السيطرة على العالم كله. نحن لما حلينا الحزب الشيوعي هنا افتكرنا أننا انتهينا منه، لكن العاصفة مجتمعة من حولنا، ونحن في مواقفنا الأخيرة سرنا مع الشيوعية ورجحنا كفته وبقينا تابعين لها. الشيوعية في الخارج مستعبدانا، لأننا نحن ما نوصل في الداخل، ما قادرين نحل مشاكلنا، تركنا الله لنجري وراء الشيوعيين عشان ينصرونا على الإسرائيليين. كل شيء خليناه وماشيين معهم بالصور دي. فأنا أفتكر أننا نحن في حاجة ماسة لأن نقف المواقف الأساسية في الكلام عن ديننا وبعث ديننا والمواجهة به. إذا كان جات أي صور من الجهالات لتسود علينا هنا وتحرمنا من الكلام اللي أنا بقوله هسا وقوله أنت ويمكن أن تفكر فيه،
من المؤكد أننا عطلنا بلدنا وعطلنا ديننا وعطلنا دورنا التاريخي كمسلمين في مواجهة الصراع العالمي في مستوى المذهبيات. لذلك الموقف السياسي في الوضع الحالي الوقت الحاضر ما هو مسألة نقد لأن سياستنا الخارجية تابعة وخاضعة أو أن الفساد كثير، مثلا وزير المواصلات يتكلم بالصورة ديك ويعرض الثقة فيه وينصر حزبه، أو وزير التجارة زي ما أنتم شايفين الأزمة قائمة لغاية الآن في مسائل غريبة جدا ما واحد يعرف المصلحة فيها شنو، أن يمد لوكيل دائم مدة سنة يكون كل الناس ذي الواقفين ضده والأمر ده يمشي وتجي الاتهامات بأنه في فساد في الرخص وأن المسألة دي مطلوب من الوكيل الدائم للتجارة أن يكون وكيل للوزير مش وكيل للوزارة، وأن في تصاريح لتمويل الحزب، مسائل كثيرة تسار ولا بيسألوا فيها، الصحف تنقد والناس ينقدوا ما سألين. أنا أفتكر أن وضع زي ده ما ممكن أنت في ليلة سياسية توجه له نقد مفصل، نقد للسياسة الخارجية أنها تابعة أو نقد للفساد أو نقد للانشغال بالمصالح الخاصة أو نقد، ده كله ما عنده قيمة. أصبح العهد ده ما بيسمع، وأنه استقطب الفساد بصورة بقى جملة، وأنه لابد من التغيير. التغيير ده الشعب السوداني شاعر به لكن ما عارف جهته، والحقيقة شاعر به من مدة. نحن كثيرا ما نلوم الشعب السوداني، كثيرين تسمعوا التعليقات يقول والله الشعب ده بيستحق حكومته دي، كل مرة الناس ذيل ننتخبهم ويرجعوا مرة تانية. والحقيقة دي ما فيها إنصاف للشعب السوداني، لأن الشعب السوداني ما باجد بديل لينتخبه. في ثورة أكتوبر كانت تكون الشعارات لا حزبية بعد اليوم، إذا كان الأمر ده لا حزبية بعد اليوم يبقى لا ديمقراطية برضو بعد اليوم. ثورة أكتوبر إذا كان ما هي لتجيب الديمقراطية في مكان الحكم العسكري ما هي أي شيء، ثورة أكتوبر لتنصر الديمقراطية على الحكم العسكري. لكن الشعارات دي جات من حيرة الشعب يعمل شنو. الأحزاب القديمة ما عايزة، قال لا حزبية بعد اليوم، كأنه بيشعر بأنه في حاجة هو عايزة، والحقيقة هو عايز تجي الانتخابات، يجي لصناديق الانتخابات لابد أن ينتخب الوجوه القديمة لأنه ما في بديل عنها. في ناس بيقاطعوا الانتخابات، عندنا نائب جاي بثلاثين ناخب بيجي، إذا أنت قاطعت إذا 10% صوت النائب بيجي وبيتكلم باسمك. المقاطعة إذا ما سبيل، السبيل هو أنه يكون في بديل. أنا أفتكر أنه إرادة التغيير عند الشعب السوداني موجودة، وثورة أكتوبر كانت قمة في الاتجاه لإرادة التغيير، لكن الفهم للتغيير هو المافي. هنا الموقف السياسي الحاضر والاتجاهات باستمرار يجب أن تكون الضرب على وتيرة أن يكون في إرادة التغيير موجهة بفكر. ثورة أكتوبر كانت جيدة جدا موجهة بعاطفة متسامية، بعد ما أخذت طاقتها في أنها هدمت الفساد العاطفة وقفت، لأن المرحلة الثانية في أن تغير الفساد بوضع جديد عايزة فكر، الفكر ما في في اللحظة الحاضر، الميدان فاضي من الفكر تماما. والكلام اللي احنا قلناه كله ليوريكم انه في حيرة في الامر ده، في اثناء الحيرة دي يمكن ان تسيطر الجهالة بصورة فيها قداسة الاسلام. مجرد من يجي قداسة الاسلام لا يمكن ليك انت ولا انا ان نتكلم. ما تفتكر انه بيكون في حكم ديمقراطي تاني، بيكون في فتوى المفتين من القضاة اللي انت عارفهم بالصورة دي، وكأنما بكل بساطة أن السودان ده بيتغير. خطاب السيد إسماعيل الأزهري قال أنه يوم نرفع القضاء الشرعي ونعطيه السلطة العليا يتغير البلد ده إن شاء الله. هذه بكل بساطة، لأنه الفكرة اللي عنده أنه الإسلام بيجي في صورة حدود، في صورة قصاص، في صورة جلد وضرب، ولا يمكن لإنسان بيدرك غير كذي أن يقول أنه القضاة الشرعيين كلهم والسلطة العليا والمسألة انحلت. فهنا المسألة زي ما بقول عايزة فكر، الفكر ده ما أعرف إذا كان بعضكم بيعتقد أني لما نقول الفكر هو الحزب الجمهوري بتعتقدوا أني بتكلم كلام حزبي، إذا كنت بتعتقدوا هذا أنا أفتكر أنكم ما منصفين. لكن الحاجة الأكيدة ليكن أنه لا يمكن لإنسان أن يواجه الفساد واستغلال الدين باسم الدستور الإسلامي إلا الحزب الجمهوري، لسبب واحد بسيط،
وأنه ما بقول أنا ما عايز الدين الإسلامي ولا بيسكت عنه اللي يقول أنه الكلام ده انصرافي، بيقول أنه ده ما إسلام وده حق الناس الماشيين عليه وده، ولا نحن هسع بنعيش الإسلام ولا بنعرف الإسلام لنشرعه. إذا أنت عايز الإسلام إيجي طبق الدستور الإسلامي في نفسك، أبدأ بنفسك، الحكومة الإسلامية تطبق فيك والدستور الإسلامي يطبق فيك، يطبق في أرض السودان. لكن إذا كنت أنت بتعتقد أنك راضي عن نفسك وأنه على الانحرافات الفي وعلى البعد الفي وعلى البغض الفي بين الناس وإشاعة الفتن وإشاعة البغضاء ده الدين، أنا أفتكر أنت راح تجد بصورة من التشريع تأخر البلد ده تأخير فظيع، وهو ما أعتقد أنه يمكن يقوم عليه جبهة الميثاق ويقوم عليه الأحزاب السلفية الأخرى القائمة على الطائفية. وأنا اللي أدلل على الأمر ده ما عايز منطق كثير. إذا كان جبهة الميثاق من ثورة أكتوبر مع حزب الأمة، تفتكروا عندها دين غير دينه؟ إذا كان حزب الأمة في كل المدى اللي عرف عنه كطائفة للأنصار بيقوم على أنه الأنصار ما يتوعوا والأنصار يتحركوا بالإشارة، وأنه فلان نايبكم نحن رسلناه لكم لتدوه أصواتكم، تفتكروا ده الإسلام ودي الديمقراطية؟ الأمر جلي واضح. لكن المواجهة مش عايز الموقف السلبي، نحن قد نقول أنه الكلام ده مرفوض لكن بديله شنو؟ أنا أحب أن أقول لكم أنه أدوا اعتبار دقيق لما يقول الحزب الجمهوري، ما تشوفوا التشويش اللي قايم هسع، التشويش القايم ضدنا مش عمل للدين ولا حرص على الدين، وإنما هي شعور بخطورة الحزب الجمهوري على الوضع القايم. والناس اللي شكلوا محكمة الردة ما شكلوا نصرة للدين. أيسر ما يمكنك أن تعرف في الوضع ده أنه الدين اللي بيحكم باسمه في محكمة الردة ما استطاع أن، مثلا أنا ما مثلت أمام محكمة الردة، واحد من المحامين قال للقاضي يا أخي يا مولانا أنت راح تحكم في مسألة بالردة على إنسان هو غائب، الحكم الغيابي ده ما ممكن يكون في وضع ده. قال له نحن عندنا في اللوائح بتاعتنا أن المدعى عليه إذا أخطر ما حقدر يحاكم غيابيا. قال له ده مؤكد، في النفقة ممكن وفي الطلاق ممكن وبيجي يفتحها فيما بعد، لكن انت هسا راح تحكم في اعز ما يملك الانسان، بل الحقيقه انت راح تحكم كانما بتهدر دم مواطن، فالكلام ده ما هو مناسب. استمر ليحكم وفي تلت ساعه والاقوال اللي قيلت كلها مزيفه، يعني كان ممكن يقعد 3-4 يوم ليدرس الاقوال اللي قيلت ضدنا من كتبنا ليجي ابن حيثياته، كلها مزيفه بصوره المدعي علينا يحذف أول كلامنا ويحذف آخر كلامنا، وليقول أننا بنتهم الله بعدم العدل، ويقول بنتهم الله بالحقد. أنا شخصيا ما مستعد أقول الكلمة دي عن أي إنسان في حق الله، لأنه ده ما حط لحق الإنسان اللي قاله ده، سوء أدب مع الله. ثم الكلام ده ذاته يكون ما هو حق، نحن نقول وعن ذلك تعالى الله علوا كبيرا، هو يحزب عن ذلك تعالى الله علوا كبيرا ليقول أنه بيتهم والله بالعرق، والكلام ده يقال للمحكمة والمحكمة تمشي فيه وتبني حيثياتها عليه، وفي تلت ساعة تخرج بالكلام في أنها حكمت بالردة. مؤكد ده مش دين، في الحقيقة أغراض سياسية. الأغراض السياسية نحن مثلا بنتكلم باستمرار عن سيد إسماعيل الأسري بالصورة دي، نتكلم عن الصادق بالصورة دي، نتكلم عن السيد الهادي بالصورة دي، ما عندنا ضغينة ضد سيد إسماعيل الأسري ولا ضد الصادق ولا ضد الهادي، لكن الحق لا يمكن أنت أن تداجي فيه لمجرد أنه في عقوبات وصعوبات راح تقابل. الأخوان المصريين اللي في مصر ما عندهم دين قائم، بل الحقيقة مصر ومشت مع الشيوعية، جو في بلدنا هنا يدرسوا في الجامعة الإسلامية، وسعوا مسألة حكم الردة ليقولوا أن القضاة الشرعيين لهم الحق في الحكم، وهو عمل في الحقيقة بيخدم به جمال عبد الناصر في محاربة الحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري أعداؤه كثيرين، ناصر الله، نحن ما خايفين بالمرة من حاجة، كل خطوة نحن بنعملها ضميرنا راضي بها تماما، واجدين جزاها فورا، ما منتظرينه، واجدينه فورا. لكن الحاجة اللي أنا أقول لكم أنكم فعلا مقبلين على خطر حقيقي وخطر جسيم جدا والناس غافلين عنه. أنتوا أعطوا نفسكم
أو أفرض على نفسكم الواجب اللي بيتحتم على كل مواطن خصوصا المواطن الواعي أن يهتم أكثر مما نحن بنهتم في الوقت، وأن المواجهة للأمر ده ما بتقوم بمجرد الشجاعة. وأنا قريت لكم كلام الأخ بكر عوض الله، أنا ما أعرف أنه عندنا الرجل في التعليم المدني أوسع أفق أو ناس كثيرين أوسع أفق ولا أزكى ولا أكثر اطلاع من بكر عوض الله، لكن عند المواجهة الأولانية كان واضح، عندما جاء في المواجهة الثانية موع كلامه، لأنه مسألة الفكر الإسلامي اللي يقدر أن يهزم به الفكر الإسلامي السلفي القائم ما عنده. فإنتوا شوفوا هل بتجدوه عند الحزب الجمهوري؟ نحن ما داعينكم لأن تكونوا حزبيين، نحن ما حزب في الحقيقة، ما حزب بمعنى أنه لا يمكن يوما نجي نقول لكم مرشحنا فلان من فضلكم صوتوا له، والحقيقة نحن بندعوكم لأنفسكم مش لنا. يمكنك أنت أن تكون جمهوري ولا تلاقينا، لأنه ده الإسلام. ما ظهر باسم الحزب الجمهوري إلا لأنه التنظيم في الوقت اللي فيه الأحزاب، حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي والحزب الأحرار وحزب وحزب وحزب، الحزب الجمهوري كلافتة يعمل تحت إخوان متعاونين لأن يلتزموا بالتطبيق الإسلامي ونشر الفكر الإسلامي. نحن ما نحزب إلا بالمعنى ده، وما عندنا سجل للأعضاء، وما قاعدين ناخذ اكتتابات من الأعضاء. حتى الإنسان اللي بيكون صديق للجمهوريين ما بناخذ منه حاجة، لأنه لغاية الآن بنقول أنه ما دخل في قلبه شيء من الفكرة الجمهورية ليهون عليه ماله. لما يبقى جمهوري هو براه بيجي يدفع. فنحن في الواقع ما عايزين منكم، ما مش نحن حزب عايزين نتكلم عن الحزبيات اللي تجوا في حظيرتنا، ولا عندنا كشف لكم. وقد تكون أنت بكرة جمهوري، ما بنهتم لك إلا إذا كنت جمهوري في قمة فعلا، لكن الدعوة دي لك، وأنا أكد لكم أن دي دعوة الإسلام. دي النقطة الأساسية، أن الدعوة دي دعوة الإسلام، غرابة ما تصرفكم عنا، لأن موعود الإسلام أصله كده، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وغرابته في رفع عمود لا إله إلا الله، ورفعت في الحزب الجمهوري بصورة الناس اللي بيقولوا لا إله إلا الله من حناجرهم إلى فوق أنكروها، زي ما أنكروها القرشيين لما كانوا بيعبدوا 360 صنم في داخل مكة. لما جاءهم قال لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بقت عندنا هسع حاجة بديهية بنقول لا إله إلا الله، لكن تحقيق برضو لما نجي نستغرب وننفر منها ونلج. فأنا أفتكر أنه دي يمكن أن تعتبروها الليلة دي عندكم هي بداية المواجهة، ونحن الجمهوريين نعدكم بأن المواجهة دي راح نجيب فيها في الميدان لغاية ما يستفيق الناس ويدركوا الخطر المحيق بهم ويلتفوا حول راية الحق ليبعثوا ثورة أكتوبر من جديد لتكون مغيرة للأوضاع دي، تدمر الفساد، تنقض الفساد، وتبني في مكانه تول. ثورة أكتوبر الأولانية كانت دفعة قوية جدا من العاطفة المسامية، استطاعت أن تغير الفساد، لكن العاطفة لا تنجب، لا تبني، البناء عايز فكر، ونحن ما ندعو له في الوقت الحاضر هو ده. ونعتقد أن ثورة أكتوبر في الجو، من بدري نحن كنا بنقول أن ثورة أكتوبر ما ماتت، نار تحت الرماد منتظرة. هسه نحن نفتكر أنه في عواصف هبت الرماد ده من النار، يوشك الضرام أن يشتعل، لكن لابد للناس أن يعملوا ليشعلوا هذا الضرام، تقوم ثورة أكتوبر على مستوى فكري تغير. نحن بدينا النقطة من هنا، ستسمعوا إن شاء الله بمتابعتها في محاضراتنا في مواجهاتنا في كتبنا في قبض الحزز مع السلطة إن شاء الله. نفتح المجال لكم للنقاش والمشاركة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ذكر الأستاذ في أواخر حديثه وفي العديد من ندواته أن الدين هو لا إله إلا الله وهي العمود اللي بتنزل منه
الحبال، ولا يمكن للإنسان أن يشد عمود عالي بحبال قصيرة. وجاءت هذه الندوة الأخيرة بما جاء به السيد إسماعيل الأزهري عن نطقه بأنه سينفذ الدستور الإسلامي، ولكن الحديث بصورة مختلفة، وإنه سيرفع القضاء ليسن به سنن الحد في الإسلام، ليمهد على الأقل في نظري. وفي هذه الندوة بالذات قال الأستاذ إن الدستور هو القرآن، وإن القرآن هو لا إله إلا الله، وإذا فهم الإنسان لا إله إلا الله فهم القرآن، وإذا فهم القرآن وطبقه سار ما هو الإثارة هو المؤمن الذي يرضي الله، ولا شك بذلك. ولكن لي رأي وسؤال محدد، أرجو بعد أن يرد لي الأستاذ أن يسمح لي بالتعقيب، ولا أفرض هذا. فمع إن القرآن هو التشريع الذي يدركه الرسول صلى الله عليه وسلم وينفذه ولا جدال فيه عند التنفيذ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه خذوا ثلث أو نصف دينكم من الحميراء، ويقصد بذلك سيدة الشرف وسيدة نساء الأرض السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. فلا أظن ولا يمكن أن يثبت أحد أن نزل على عائشة قرآن، وإذا كان القرآن نزل على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأن القرآن صدق وحق يجب أن نستدين به، كما أن أي حديث ثبته المسلمون السابقون الجادون، أي حديث جاء به وسبب لا بد أن يكون المؤمنون مصدقون به، وإلا إما أن يكون هذا المؤمن كافر، وإما أن يكون الرسول كذاب، وأعوذ بالله أن أتهم أو أكون من الكافرين. القول بأن القرآن هو الدستور يعني أن القرآن هو القانون الأساسي المنه بتفرع التشريع، وقلنا أن النبي وحده فهم القرآن ولذلك كان لسان التشريع. السيدة عائشة أن نأخذ منها نصف ديننا معناه أنها بتنقل لنا حديث النبي في التشريع، حديث النبي في التعليم، عندها فهم من القرآن لتربيته في حجر النبي، مش معناها أن تشرع لنا. هنا ما في نفي لحديث النبي، القول بأن الشريعة اللي فصل نبينا ما هي الدستور، هي فرع، ده مؤكد إقرار لها. أنا ما قادر أفهم كلام الأخ جاي من وين، كلامه اللي قاله ده كله الحديث ما في إنكار له حتى يكون الإنسان الأنكر كافر، والحديث قد ينكر إنسان ثم لا يكفر إلا إذا أنكروا في جملته، إلا إذا قال أصل النبي ما حدث ولا شرع. لكن في أحاديث كثيرة قد تقول أنت الحديث ده موضوع، حتى سيدنا عمر قال ما تكتبوا حاجة فكتاب الله فيه. فأنت كلامك جبته أولا ما في موجب له فيما قلناه نحن هنا، لأنه قلنا الشريعة اللي هي طبعا قائمة على السنة في الحديث، قائمة على حديث نبينا، دي فرع، وأنها ما بتعطى السيادة هي لأنها مرحلية في بعض الصورة، وأن الدستور هو القرآن.
فانت انا ما بشوف انه تعليقك له مكانه ولا انت سالت سؤال. ان يفسر لنا الامم الاسلاميه التي وضعت الدستور وبدات تنفيذه، فهل كانت موفقه في تنفيذ هذا الدستور؟ وهل لنا ان نسلك ما سلكته؟ هذا السؤال. شوف، ما في امه اسلاميه وضعت الدستور الاسلامي، في امم حاولت، مثلا زي باكستان حاولت بنوع من زي ما نحن بنعمل، عندها فهم عن الإسلام ما هو فهم أساسي للأصول، جابت صيغ ما أمكن تطبيقها. باكستان وضعت دستور إسلامي ما أمكن تطبيقه، مؤكد ولا الحجاز ولا مصر ولا اليمن ولا العراق ما حاولوا المحاولة وصلت للأمر ده، لكن الباكستانيين كانوا جادين أكثر من الأمم الثانية، وضعوا دستور زي ما بقول ما أمكن تطبيقه لتناقضوا مع الأوضاع القائمة. الأمم الهسة بتحكم بالشريعة الإسلامية مؤكد أمم متخلفة كثير جدا، وسبب تخلفها سوء فهمها للدين، زي ما قلت لك في اليمن مثلا الناس نفروا من الدين. نحن مثلا هنا كان عندنا حكم المهدية 16 سنة كرهنا الدين، كرهنا الحكم الوطني، حكومة إسلامية وطنية كرهناها. لما جاء الإنجليز استقبلناهم بفرحة، بل حتى كثير من الناس قلبوا الجبب المرقعة ليقابلوا الجيش. هنا الأمر ده خطير، الأمر اللي نحن مقبلين عليه خطير. إذا كان الأمر ما يتطبق على علم بالإسلام، الإسلام ما هو زي الحكم المدني. أنت في الحكم المدني يمكن أن يكون في خطأ كثير جدا في حكمك، ثم الخطأ ده أنت ماك مقدسه ولا بتدافع عنه. يعني احنا عندنا دستور مدني علماني، مهما كان انا وياك بنتفق على انه افضل منه لو حكمنا بالاسلام، على ان يكون الاسلام الحقيقي الواعي. لكن لما يجي حكم اسلامي مهما كان نوعه، ما بتجد انت فرصة لتتكلم ضده، بيشيل التفكير. الاسلام ممكن تقول، وده احنا عبرنا عنه كثير، زي السلاح ذو حدين، حد مواجهك وحد مواجه مشاكلك. إذا استعملت السلاح ده استعمال صالح كل مشاكلك بتنحل به، إذا استعملت استعمال طالح الحد الآخر برجع عليك. فهنا مسألة الدين مسألة خطيرة، وهي فعلا في عبث به، وهسه اللي يجي بصورة ما هي الصورة الإسلامية، والناس اللي بيطبقوه ما هم مسلمين ولا مربيين تربية إسلامية. وراح يظهر زي ما قلنا حدود، الإسلام مش الحد، الإسلام التربية، الحد يسند التربية. حتى تجي التوصيات الكذا أدروا الحدود بالشبهات، مثلا لأن يخطئ الحاكم في جانب العفو خير من أن يخطئ في جانب العقوبة. تلقى أن العقوبات نفسها في محاولة لتخفيفها، مع أنه لما يحكم الناس الجهل عنده النوع من التشفي في الحدود يحاول أن يطبقوها. هسع البلاد اللي بتحكم بالشريعة الإسلامية على الشبهة تأخذ، لأنه ما في الورع الكافي. هنا ده الأمر ده إذا كان جهرا من المؤكد أنه بيخلف البلد تخليف كثير، وبنفر الناس من الدين. يظهر الدين بمظهر أنه بس يا صوت وسيف للجلد والحد، وما هو ده الدين. وصاحبنا هنا لما قال أنه إذا 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 قال إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب، الأسباب هي شنو؟ عندك 12 سنة أنت بتحكم، ما في البلد ده أخلاقه ما عايزة رفعة، النهضة مش عايزة في البتاع، يبقى الأسباب اللي تهيأت هو الانحراف اللي عايز الحد. وده فكرته عن الإسلام. فالأمر ده فعلا خطير، الأمر ده عايز وقفة حقيقية، ووقفة حقيقية بأن تعلن الإسلام الصحيح. والحاجة اللي أنا واثق منها، أنا الحقيقة ما منزعج للأمر ده، أنا واثق جدا بأنه كل المسائل دي غربال بيدور، البلد ده فيه الغربال بيدور عشان يوريكم قيم الناس، وكثيرين جدا منه راح يسقطوا بالغربال ده، وكثيرين منهم راح يكونوا من الشعب راح يكون واعي ليصير لحقائق الدين. الوقت جل الدين، ودي غربلة التمييز بين النور والظلام، ما في خوف منها، لكن لابد للناس أن يعملوا. السلام عليكم ورحمة الله. لا شك أننا استمعنا إلى حديث فيه إمتاع، وإن كنا قد نختلف مع الأستاذ في كثير مما أورد،
أود أن نناقش بعض الأفكار التي وردت في حديث الأستاذ. نتفق معه في البعض ونختلف في البعض الآخر. مما جاء في كلام الأستاذ أن القرآن هو القانون الأساسي وهو الدستور، لا شك في ذلك، لكني أضيف إلى أن القرآن معه السنة. القرآن والسنة هما الدستور وهما الأصل وهما القانون الأساسي، وهذا واضح من حديث الرسول: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فأحسب أن السنة هي أيضا أصل أساسي وهي مع القرآن. ونتفق معه في أن الفقه الإسلامي، قد نختلف هنا في الأستاذ يسميه الشريعة، يفصل بين الشريعة وبين الدين طبعا، وأنا أعتقد أن الفقه الإسلامي طبعا غير القرآن، وده الممثل في المذاهب الإسلامية، مذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب الكثيرة وكده. فالفقه الإسلامي ده مجموعة قوانين قد لا تساير وضع الناس في هذا الوقت، وقد نقول أن البعض منها والكثير منها مرحلة انتهت، والناس يحتاجون إلى الرجوع إلى الأصل، إلى الكتاب والسنة، ليستحدثوا لحياتهم من القوانين الجديدة. فأنا أفتكر أنه كلمة شريعة إذا أردنا أن نناقشها معناها طريقة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. فالشريعة هي الطريق. فأحسب أنه القرآن شريعة، السنة شريعة بهذا المفهوم. أنا بتفق مع الأستاذ أنه الأصل القرآن هو الدستور الأساسي أو القانون الأساسي أو هو القوانين. وهناك فرق بين الفقه الإسلامي الممثل في المذاهب وبين القرآن والسنة. فممكن الناس يرجعوا إلى الأصل اللي هو القرآن. شيء آخر ورد في حديث الأستاذ أنه الحزب الجمهوري طبعا بيمتلك الفكر وهو يدعو الناس إلى هذا الحديث طبعا من غير ما تحزب. فألا يرى الأستاذ وهو يتحدث عن حزب الجمهوري وحده هو الذي يمتلك الفكر ولا يمتلكه سواه، ألا يرى في هذا وصاية على الناس؟ وهو يرى أنه طبعا الوصاية فيها رذيلة من الرذائل، كون الإنسان يرى أنه بيملك الحق ولا يملكه غيره. إن سمح الأستاذ للسؤال أن يكون بهذه الصيغة. شيء آخر، الأستاذ طبعا هو لا يمانع من حكم الناس بالإسلام، لكن يقدم للناس فهم جديد للإسلام كما يرى هو. ويرى في حديث آخر أن الناس يجب أن يبدو بأنفسهم في التربية، يربوا أنفسهم أولا. الكلام طبعا جميل كأن الناس الإنسان يبدأ بنفسه يربيه، لكن ألا يرى الأستاذ أنه إذا كان الناس بدوا يربوا أنفسهم والقانون الحاكم الناس أو الدستور السائد أنه كان يخالف تربية الناس، ألا يرى أنه الناس يبنون والقوانين تهدم؟ مثل الوضع الحالي مثلا، لا أحسن أن الأستاذ طبعا يدعو إلى بغاء الوضع الحالي، وإنما هو من دعاة التغيير بعنف. إذا أردنا أن نترك الناس على حالتهم ودعوناهم لأن يربوا أنفسهم، ألا ينطبق عليهم قول الغائل: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم؟ إعلام، صحافة، كل الأشياء تعمل ضد الخلق وضد التربية، فكيف نهيئ للناس المناخ من غير ما يكون فيه يكون فيه قانون أو دستور أساسي كما سمعه الأستاذ؟ وهل هو يدعو إلى التربية بدون ما يكون فيه دستور إسلامي كما يراه هو؟ وشكرا. التمييز بين الفقه والشريعة مقبول بطبيعة الحال. حتى أنا لما قلت عن الدكتور المهدي قلت أنه قال نحكم بياته من المذاهب، وقلت لكم أنه ده عنده مشكلة، ما أنه أي واحد يمكن أن يقول أن المذاهب نمشي لما وراها اللي هو الشريعة. بعدين في مدى الشريعة اللي انت ماشي له، انا ما بعتقد الشريعة كلها السيادة، لانه الشريعة فرع، السيادة يمكنك ان تديها للدستور، هو القانون الاساسي اللي بتتفرع منه الفروع. الدستور هو القرآن. القرآن انت عندما تقوله قلت السنة في الحقيقة، لانه القرآن السنة مشتقة منه. السنة هي ترجمة القرآن الى حياة بإيجاز، ترجمة
جزء من القرآن في مستوى إدراك النبي ومعيشة النبي إلى حياة السنة. ولذلك نحن بنقول أنه حياة النبي مفتاح القرآن، وده جاي من قول عائشة كانت أخلاق القرآن. فإنت عندما تقول القرآن قلت السنة في الحقيقة. ما في بأس أن تقول أنت القرآن والسنة، لكن على شرط أن يكون فهمك للسنة هو أنه حالة النبي مش قوله، لأنه بعض قوله شريعة. الشريعة دي فرع نزل لمستوى الناس في القرن السابع، ولا يمكن أن يكون كل صوره باقية للقرن العشرين مثلا. هذا المعنى اللي بنقول به، وأنه ما تكون لها السيادة هي فيها. نحن قرينا من كلام الترابي هنا لكم أنه عايز السيادة للشريعة، عايز الولاية العامة للشريعة. الولاية العامة بتكون للدستور مش للشريعة. والشريعة في المرحلة الأولانية أو في الرسالة الأولانية ما هي مرحلة ديمقراطية. في المستوى الأولاني أصل الدستور ما في، لأنه مجرد من تقول أنت الدستور قلت الحكم الديمقراطي، والحكم في المرحلة الأولانية كان حكم وصاية وليس حكما ديمقراطيا، واعتبر ناسخ للحكم الديمقراطي في الدين. الدين كان منسوخ بالشريعة، وصول الدين منسوخة بالفروع القامت على الشريعة. هذا المعنى أن نحن نقصد به أنه الولاية العامة السيادة تكون للدستور اللي هو القرآن. القرآن مفتاح السنة، مفتاح حياة النبي. إذا كان نحن اتمرسنا بالعبادة على النهج النبوي نفهم القرآن ونتكلم إذن عن الدستور من ثم. ده ما حصل إطلاقا. الدستور الإسلامي ما كتب ولا مفهوم. خلي عنك نحن في مرحلتنا الحاضرة، حتى في مرحلة إشراقة الفقه الإسلامي على عهد الأئمة الأربعة ما في دستور إسلامي، لأنه ما في حكم ديمقراطي، وقائم الفقه على تفريع للشريعة وعلى اجتهادات في الشريعة بالقياس والاجتهاد اللي انت عارفه. نقطتك الثانية بتاعة الوصاية، حزب الجمهوري لما يقول أنا بعرف الفكرة الإسلامية دي وصاية. الوصاية ما هي دي؟ الوصاية أن تحمل الناس بدون برهان على مصلحتهم. لكن إذا قلت للناس ده الفكر الإسلامي وأنا بعتقد أنه ده هو الفكر الصحيح، أنت ما كوصي، أنت بذلت لهم رأي يأخذوه أو يرفضوه، يأخذوه ببينة أو يرفضوه ببينة. ده المطلوب في المنطقة الفكري، فدي ما فيها وصاية إطلاقا. أنت لولا أنك بتعتقد أنه ما تعرضه على الناس حق ما يجب أن تعرضه. فالحاجة دي بديهية تنتظرها مني أنا لما أجنب حاضر الناس هنا وأكتب للناس، يجب أن أكون واثق من أنه ما أقوله الحق، وإلا يجب أن لا أقوله. فإذا قلت أنه ده الحق وأنا واثق من أنه ده الحق، دي ما فيها وصاية إطلاقا. الوصاية هي أن تقول للناس أسمعوا كلامي أنا، لأن أنا بعرف مصلحتكم أنتم ما بتعرفوها. دي هي الوصاية. أتجي مسألة التربية، وفي الحقيقة الموضوع ده كثير ما يكون فيه لبس. إذا كان نحن عايزين نربي الناس على الدين، بعدين في مواخير الفساد وفي الانحرافات وفي القوانين اللي بتهدم زي ما أنت قلت، كيف نربي؟ ما تفتكر أحسن تقوم حكومة إسلامية لتهون على الناس التربية؟ الأمر بالضبط بعكس ده. ونحن ناخذه من سلفنا، كيف السلف كانوا 13 سنة في مكة وهم ما يملكوا من السلطة الزمنية أي شيء، ومكة كانت مليئة بمواخير الفساد وبالانحرافات وبالبارات وبمحانات الرقص، وكانت الكعبة اللي بحجوها بيجوها المسلمين وبيجوها المشركين. الكعبة فيها 300 صنم، ما كان النبي استطاع أن يغير منها حاجة، 360 صنم فوق وتحتها. رغم ده كله الناس اللي تربوا في مكة أنضج من الناس اللي تربوا في المدينة لما قامت الشريعة الإسلامية لقاعدة أساسية في الدين، هي أنه الجهاد الحقيقي هي جهادك لنفسك. الناس اللي في مكة كانوا واجدين فرصة للجهاد الأكبر، لما أعلن الجهاد الأصغر جو الناس اللي فيما بعد بيجوا جاهدوا بالسيف ويتخلفوا عن الجهاد في سبيل النفس الجهاد الأكبر. في مكة كانوا المشركين يجرعوا المسلمين الغيظ، ولا يستطيع المسلم أن يرفع أصبع، ممنوع أن يقاتل، تحتمل.
هنا الفساد حول مكة ما منع التربية، بل الحقيقة الناس المتريضين دينيا وصوفيا يقول لك إذا أنت عبدت في الوسط فيه الغفلة أنت خيرك يجي بوجوه كثيرة جدا. الناس لما يكونوا غافلين عن الله وانت منتبه لله، الانوار اللي بتجيك من غفلته هو من اجتهادك انت مضاعف. اذا كان قام الدستور الاسلامي بكره على الفهم الراقي الناضج اللي بيعتبر الانسان هو المركز وهو الغايه وكل شيء يطوع لخدمته، ده التربيه تجي سليمه مؤكده وسريعه وده ما نسعى عليه. لكن اذا كان جات صور من الجهالات ومن التعصب ومن العمى ومن تحريم كل شيء باسم الله، ومن اذا كان ما تسمع ريانا انا إيه الواحد يقول لك مثلا زي ما قالوا كان الطلبه ده موكب الفضيله وده موكب الرذيله. المساله دي صراع بين الحق والباطل، بس انت في جانب الحق والناس الاخرين اللي معك كلهم في جانب الباطل. يبقى مؤكد ما في تربيه حتى للناس، انسان بيزعم انه متربي ليربي الناس. التربيه انهزمت من الاول، مجرد من إجينا إنسان ليوري أنه هو الفاضل والناس الآخرين رزلة، وهو المعاون الحق والناس الآخرين معاون الباطل. هذا أنت ما بتتخلص منه إلا إذا تربوا الناس اللي بيحكموا. إذا كانت بتوافق على ده أنه الإنسان اللي بيحكم هو المتربي، يبقى جاءت مسألة التربية اللي بتطلع في وقت الفساد. وأنا واثق من أنه الوضع ده يكون على فساد، ده أحسن من أن يجي باطل يلبس قداسة ما نكشفها. أنا وياك في الباطل ده بنتفق الحكم المدني رديء لازم أن نغيره، لكن لما نيجي حكم جاهل باسم الإسلام مين اللي بيوافقك عليه؟ نص الناس يمكن يكونوا ضدك. على أي حال أنت ما عندك الحرية اللي تتكلم زي كلامنا ده اللي تكلمون، لأنه بقول لك الأوضاع دي فيها خروج على الإجماع. هنا التربية إذن ما بيمنع في الحقيقة أن الناس يتجهوا ليتربوا، بل في الواقع قد تنهزم المسألة في التربية نفسها. خد انت مثلا جاتنا الشريعة اللي تقول نحن في انفسنا ما تربينا، لكن البارات دي تتقفل والبغاء العلني يمنع، بيبقى شنو؟ بيبقى اني انا بهرب الخمر بشربها في بيتي. انت الحاكم ما بتشوف في بار، لكن ما بتفتكر انه في فساد. يبقى البغاء العلني بيبقى بغاء سري. يعني القانون مش هو البدي الاخلاق، الناس يتربوا يبقى القانون طرف من تربيتهم، لكن إذا كان أنت عايز تجيب الأخلاق لضمير الإنسان بالقانون أنت دفعته للغش وللنفاق وللانحرافات كلها وهزمت التربية. أنا أفتكر أنه الوضع ده هو الوضع السليم، أن تكون في تربية واتجاه للتربية السليمة. ونحن الجمهوريين لما نتكلم عنها ما بنتكلم عن موضوع نظري، نحن عندنا مجتمع داخل المجتمع السوداني هسع ملتزم، والتزام ده بالمرة ما عوق كون الناس الآخرين فاسدين، بل الحقيقة أن الزيادات الجاية من أنه في غفلة في الخارج، الغفلة دي هي اللي بتزيد أنوار العابد. شوف إذا كان أنت هسه سالك وإنت وصل 10 ناس 9 نايمين وإنت واحد قمت صليت، شوف النقطة دي، يقوم بالليل والناس نيام، أنت أنوارك تصبح زايدة، كأنما الأقساط الجاية للناس النوم كلها وجدك ربنا صاحي وقلبك مقبل الداكي. هاي أنت دي حقائق السلوك والتربية بالصورة دي. في وقت الغفلة الناس اللي بتتجه لله تجي فوائده مضاعفة. سؤال يعني الأستاذ، يعني طبعا الدستور السماوي اللي قاله الأستاذ اسماعيل الأنصاري وسنه السيد محمود، لا هو الوضع الإسلامي السليم مؤكد بيقوم على نظام اشتراكي، والنظام الاشتراكي البنوك فيه ما بتقوم على الربا. بعدين مسألة ذمي ويدفع الجزية دي ما بتكون فيه، لأنه دي في مرحلة الإيمان مش في مرحلة الإسلام. المسلمين رح يكونوا يتفاضلوا بالفضل، مش واحد في العهد الإسلامي الصحيح المواطنية تديك حق المساواة في أمور الدنيا كلها، التفاضل يجي بالتقوى. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الليلة وشكرا جزيلا.